أعادت القوات الأمنية اللبنانية فتح طريق بيروت الجنوب بعد قيام متظاهرين بقطعه احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وعلى خلفية الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي. ويواجه لبنان أزمة كهرباء وصفت بالأسوأ منذ سنوات، وطالت مناطق عديدة إلى درجة أن ساعات التغذية هبطت إلى ساعة أو اثنتين فقط يوميا. وتقول وزارة الطاقة إن سبب انقطاع الكهرباء يعود إلى أزمة الوقود، بينما وعد وزير الطاقة بحل المشكلة. من جهته ناشد البطريرك الماروني بشار الراعي الرئيس اللبناني ميشيل عون العمل على ما سماه فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر، ودعا الراعي في عظته الأسبوعية ما وصفها بالدول الصديقة إلى الإسراع إلى نجدة لبنان، كما دعا الأمم المتحدة إلى تثبيت استقلال لبنان. وشدد الراعي على ضرورة بقاء لبنان على الحياد كونه ضامنا لوحدته وتموضعه التاريخي، كما قال بطريرك الموارنة. من بيروت معنا مراسلنا محمد شبارو. محمد، أولا أطلعنا على الوضع الميداني وأنت على الطريق إلى الجنوب. نحن الآن فعليا بالقرب من محلة النعمة، حيث منذ قليل قطعت الطريق لبعض الدقائق. سريعا عمد الجيش اللبناني على إعادة فتحها. نلاحظ في الصورة خلفي على المسلك الآخر زحمة سير نوعا ما، وهي نتيجة قطع الطريق لبضع دقائق لهذا الطريق فعليا التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب اللبناني. حساسية نوعا ما يمكن القول، خصوصا مع عطلة نهاية الأسبوع. الكثير من العائلات اللبنانية تتوجه مع عطلة نهاية الأسبوع إلى قراها الجنوبية وتعود في مثل هذا الوقت، أي يوم الأحد، لمزاولة أعمالها في العاصمة. تاليا انقطع هذا الشريان في مثل هذا الوقت، يعني يعتبر له تأثيرات كبيرة على 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 الحركة العمومية في البلاد، إضافة إلى الأهمية السياسية لهذا الطريق. حزب الله تحديدا لطالما حذر من قطع الطريق التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب، وأوحى مرارا بأنها خط أحمر. بالتالي تدخل الجيش سريعا وعمل على إعادة فتح هذا الطريق منعا لتطور الأمور أو أن تأخذ منحى آخر. محمد، تصريحات تبدو لافتة للبطريرك الراعي اليوم، ماذا قصد عندما دعا الرئيس عون إلى فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر؟ ليست التصريحات الأولى للبطريرك الراعي في هذا الإطار. الكثير من الضغوط التي تمارس على رئيس الجمهورية ميشيل عون منذ أشهر طويلة للتحرك على صعيد إنهاء هذه الأزمة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، التي يبدو بوضوح أن الحكومة هذه فشلت في الالتزام بما وعدت به. حتى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يبدو أنها وصلت إلى حائط مسدود، على الرغم من أن التصريحات اللبنانية أو تصريحات الحكومة اللبنانية تقول بأن مهلة لتنفيذ الإصلاحات. من المتوقع في الأسبوع المقبل أن تتكثف هذه الضغوط على رئيس الجمهورية وأيضا على الحكومة، خصوصا أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان وصل إلى مرحلة لم يعد فيها الشعب قادر على الاحتمال، وثمة تخوفات جدية من انفجار اجتماعي. هنا شهدنا بعض فصوله في الأسبوع المنصرم مع حوادث الانتحار التي حصلت فعليا. شكرا جزيلا محمد شبارو من منطقة النعمة على الطريق بين بيروت والجنوب.